بداية، كيف ترى التهدئة خاصة أن هناك تغريدات متبادلة واتهامات متبادلة بين الإطار والتيار الصدري؟ مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على كادر قناة دجلة وعلى مشاهديها الأفاضل. بدءا خلي أتحدث عن التهدئة. هي تهدئة مرحلية، هو ترحيل الأزمة. التهدئة الآن مقترنة بحدث ديني وهي زيارة الأربعين لا أكثر. الكل اتفقوا على أن يؤجلوا مشاكلهم، يؤجلوا خلافاتهم إلى بعد الأربعين، وإنما لم يبحثوا عن حل. أنا أتصور أنه هذه هو استعداد لجولة أخرى من الخلاف، ولا بد أن يكون هناك إطار آخر للصراع، بشكل آخر للصراع، وهذا اللي يستعدون بشكل آخر من الصراع. أما نوايا حل، نوايا تهدئة حقيقية غير موجودة في الواقع. يعني هذا احنا سابقا اشرنا، قلنا انه حتى الحوار اللي كان يجري هو حوار يعني غير مجدي، لانه حوار مثل كما هو حوار الطرشان، حوار بين جهتين مختلفتين تماما، يعني كل ماكو منطقه وسطى بينهما ولا يمكن ان يلتقوا في نقطه. لذا انا اعتقد انه التهدئه ان لم تستغل من جوانب، من اطراف اخرى، تتدخل اطراف اخرى لحاولت وتقريب وجهات النظر ووضع خارطه طريق جديده واقناع الاطراف كافه، سواء كانت الاطار او التيار. وبالتاكيد انه لابد تكون عندهم رؤيه جديده لعراق جديد، عقد عراقي جديد. يعني يكفي انه هذه الصراع اللي تم هو ليس صراع بين التيار والاطار، هو صراع بين الشعب والان ممثله تشرين، ودخلت به كل المنظمات، الاتجاهات، القوى، الشعب. وهي هذه مشكله ازليه لم تكن ولدت اللحظه. هذه المشكله من 2003 ورحلت، رحلت من 2005 ورحلت 2008 و10 و14 وكذلك 18، وانفجرت في 18 وكانت صرخه تشرين. ثم جاءت الصرخه الكبرى هي ثوره عاشوراء، اللي هي بينت انه هناك مشكله اساسيه في النظام نفسه. يعني لا يمكن اصلاح هذا النظام، وانما لابد ان نبدي بعمليه سياسيه جديده. والكل مقتنع، الكل مقتنع انه الاصلاح يجب ان يكون جذري، لكن للاسف ما زالوا مشبثين في مواقعهم، ما زالوا متغانمين. السلطه اهم من كل شيء، وهذه الدماء لم توقظ ضمائرهم، هذه الضحايا، هذا الخطر الكبير اللي داهمهم يوم 29 على 30 من هذا الشهر، واللي كان كاد ان يذهب بالعراق الى المحرقه، ويذهب بالعراق الى مذابح لا ليس لها اول ولا اخر. كل هذا يعني لم هذه القوى لم يحفزها الى البحث عن حل اخر، عن طريق اخر. نعم دكتور حميد، يعني برأيك هل المشهد السياسي العراقي اليوم بات متجها نحو التهدئة أم نحو التعقيد أكثر؟ يعني هل القرار بات برأيك أمام قضاة المحكمة الاتحادية العليا؟ العفو، سؤالك يعني يتحمل شقين. الشق الأول يتحدث عن التهدئة والتأزم، وأنا أعتقد أنه كل الدلائل والمؤشرات اللي ظهرت بعد اليوم اللي يحدث بالخضراء تشير إلى أنه هناك اتجاه نحو التأزم، والدلالة على ذلك البيانات اللي خرجت بعد الحدث الكبير وبعد أنه وقف السيد سماحة السيد الصدر وسحب المتظاهرين. كانت البيانات استفزازية، وكانت البيانات لا تحمل رؤية ولا تعالج مشكلة، وهذا واحد من اسباب التازم اللي لحق بذلك، وصارت احداث البصره وغيرها سببها انه الاخرين اعتقدوا انه هذا انتصار، وهذا خطا. هو ليس انتصار، هو مجرد انه الجميع اقتنعوا انه الدم العراقي خط احمر، وهذا شيء عظيم يعني ورائع جدا اولا. ثم الشق الثاني ما يخص المحكمه، المحكمه يعني لا يعول كثيرا على القرار. المحكمه تتجه باتجاهين، اتجهت نحو الدستور فهي ليست لديها سلطة للحل. الدستور حدد طريقة حل مجلس النواب بالمادة 64 بأولا وثانيا، وأولا تعرفون أنه تختص بمجلس النواب، وثانيا تختص برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، والاثنان متفقان على عدم الخوض في هذه المشكلة، وكان بإمكانهم يعني لو أرادوا. ثانيا
ما يخص المحكمة الاتحادية، أنا أعتقد أن المحكمة الاتحادية هذه ليست بدعة، يعني في العالم كثير من المحاكم الاتحادية حلت مجالس نوابها خارج السياقات الدستورية، عندما تعرض الأمن الداخلي للخطر، عندما تعرض السلم الأهلي للخطر، عندما أصبحت مصلحة الوطن أهم من مصلحة وجود السلطة. كثير من الأسباب والمسببات يعني ممكن تجدها المحكمة مناسبة لحل البرلمان. إذا كانت مصلحة العراق ودماء العراق توقف على حل البرلمان، والله لقطرة دم عراقية أقدس من كل البرلمان وأقدس من كل البرلمانيين وأقدس من كل الجهات السياسية. هذا دم عراقي الآن يراد له أن هذا الدم أن يسترخص من أجل قضية خلافية بسيطة. البرلمان نحل البرلمان ونجري انتخابات، وإحنا متعودين يعني إذا جرينا الانتخابات ستعود نفس الوجوه إذا أعدناها على نفس القانون ونفس التكتلات ونفس يعني ماكو مشكلة. بالنسبة لهم معائدون، يعني سواء بها باقون معائدون ماكو مشكلة، يعني المشكلة مو يهمهم. المشكلة أعتقد أنه تفكيرهم القاصر بالموضوع، ولا هي بالنتيجة إحنا صار هاي الانتخابات الخامسة اللي نجريها هي نفس الوجوه، تدوير للوجوه الأكثر والأقل. نعم يعني دكتور قد يكون خرق بسيط، خرقة تشرين وقسم من. نعم دكتور، على صعيد الشعبي في الشارع العراقي عادت المطالب يعني فيما يخص حل البرلمان وإعادة الانتخابات، برأيك ما إمكانية إجراء ذلك؟ وهذه الصرخة التشرينية اللي انطلقت في 2019 للأسف ولم يستطيعوا قراءتها. الشارع هناك فجوة كبيرة ومساحة كبيرة بين الشارع وبين السلطة، وأعتقد أنهم هم لم يرسلوا تطمينات للشارع خلال من فترة من 2019 ولغاية الآن. بالعكس، لم ينتهي، المجاعة ازدادت والبطالة ازدادت وملفات القتلة لم تكشف والعاطلين ازدادوا والفساد. الآن الفساد أصبح مشروع مشرعا. أنت تلاحظون الآن التسريبات اليومية اللي تطلع وتثير إلى أنه مصائب الفساد، يعني ينخر الدولة بشكل عجيب وغريب. الفساد لم يعد محصورا على الساسة، الفساد انتقل إلى الشارع. الشارع بشكل عام هو الآن يعاني من مشكلة اسمها الفساد. الفساد عند الموظف الشرطي والموظف والمقاول، والفساد عند حتى الطبيب اللي انطراجيته على صدره. يعني القصد يعني ما أريد أطيل فيما الفساد أصبح ثقافة عامة. الشارع بالتأكيد سينتفض، لأنه لأين يذهب هذا البلد؟ لا يمكن أنه أن نقتنع بنبني بلد صحيح ينخر الفساد. الفساد دمر دول، أنهى دول، والعراق الآن هذه الموازنات العظيمة اللي تدخل، هاي الموارد لدينا موارد شهريا 11 مليار تعادل ميزانية الأردن وسوريا، ومع ذلك الشعب العراقي لا يجني منها دينار واحد. موارد الجمارك اليوم انا الاحظ فقط اعلانهم انه حصلوا فقط 272 مليار، وهي تكفي لاعمار محافظه، ميزانيه محافظه شهر واحد تكفي لميزانيه محافظه لمده سنه. ما زال العراق موارد هائله جدا، وما زال العراق في كل الاشياء مؤجله، الخدمات سيئه، لا تحل مشاكل لا الكهرباء لا التعليم لا الصحه. نعم. بالتاكيد سينتفض الشارع وسيزداد. انا يعني اشير الى نقطه مهمه، سيزداد الشارع انتفاضا في الايام القادمه. تشرين لن تخرجنا الآن، تشرين قد مسكت الأمور ولديها ألف مبرر وسبب لكي تنتفض والشارع معها. وأتصور أنه بالأيام القادمة ستكون الثورة أكبر وأوسع، خاصة وأنه الثورة الآن ليست ثورة حزبية، ثورة شعبية جماهيرية. وبالتأكيد الدولة أو السلطة ليس لديها حل، ما لا توجد حلول تطرحها للشارع. الحلول اللي طرحها عادل عبد المهدي في تلك الفترة وعين الآلاف على وزارات أصبحت عالة على الشعب. هؤلاء المعينين، احنا ليس الغاية هو أن نعين الشباب، كل من ينتفض علينا نعينه بالدولة ونعطيه راتب، هذا ليس حلاً. هذا تبذير لموارد الدولة. مع دكتور يعني حميد، لدينا فرص أخرى يعني كما تحدثت أن انتفاضة تشرين عادت من جديد إلى بغداد والمحافظات، يعني برأيك ألا يخشى أساسا من احتجاجات قد تزيل الطبقة السياسية برمتها؟ وهي مشكلة الساسة لم يقرأوا الشارع أصلاقا. الساسة ليس لديهم قرار الشارع، الساسة في برج عالي بعيدين تماما بكل أفكارهم. يبدو أنه لديهم عقدة تفكير ولديهم قراءات خاطئة ولديهم مستشارين سيئين
ولديهم رؤية ناقصة للشارع العراقي، وهذا يخلي الجميع يعني لا يفهم ماذا يجيب الشارع. الشعب الشارع لديه جيل جديد انتفض، هذا الجيل جيل ما بعد 2003، جيل بلغ سن الرشد سن العقل، هذا الجيل يعني جيل عانى كثيرا ويحتاج إلى وضع جديد ورؤية جديدة وعراق جديد، وجيل ينظر إلى العالم. العالم يتطور، السعودية تتطور، الإمارات تتطور، الخليج، دول العالم كلها تتطور وتقفز، ما عاد العراق يرجع إلى الخلف. العراق لم يعد منعزلا في مكان نائي ولا أحد يسمع به، العراق يتحرك ضمن منظومة عالمية، ضمن العالم الآن أصبح قرية، وهذا ليس اليوم، من فترة طويلة العالم أصبح قرية، وكل ما يحدث في العالم من تطورات من وعي من نشاط وينتقل، فقط العراق يقف، العالم يتحرك والعراق يقف أو يتراجع، وهذا بالتأكيد يعني لا يدركوا الساسة مع كل أسف، لا يقرأوا لا يسمعون، ولا المحللين يتحدثون، الدول العالم تشير بلاسخار، الأمم المتحدة الكل تنصح، مرجعية نصحتهم أكثر مرة حتى وصل بها الأمر لقد بح صوتي، أكثر من هذا ماذا يقول؟ وتحدثوا وقالوا المجرب لا يجرب وكثير من كلمات، مع ذلك الساسة يحاولون قدر الإمكان يعودون نفسهم بنفس الوجوه بنفس النظرية بنفس التوافقية بنفس الرؤية. بالتأكيد الشارع سينتفض، لأنه هاي حتمية تاريخية أن يبقى بعض كهنة العملية السياسية ماسكين بالعملية بهذه الطريقة البدائية الكلاسيكية، لا يمكن أن تستمر الحياة في العراق. الكل اقتنع الآن، حتى هم نفسهم الساسة في أكثر من تصريح لهم لقد فشلنا، مرة قالوا لقد فشلنا، مرة قالوا نعتذر من الشعب العراقي. ماذا يترتب على الفشل؟ ماذا يترتب على الاعتذار؟ مجرد هي كلمات إعلام، وإلا هو لازم يترتب على فعل آخر. الفاشل يجب أن يترك المجال لغيره، يجب أن تعطون فرصة للشباب. الشباب لدينا قدرات وكفاءات عراقية عظيمة، أنا لاحظت يعني لدينا بحدود 12,000 شهادات عليا من دكتوراه وأستاذ دكتور، يعني بروفيسور، هؤلاء بإمكانهم أن يعيدوا تنظيم هذا الوطن. لدينا خبرات بالخارج هائلة، ولدينا علماء بالخارج، يعني ماذا احنا نعيد نفس الوجوه ونحاول قدر الإمكان أن نرمم البيت بأدوات مستهلكة وأدوات تالفة؟ لا يمكن تبييم العراق بهذه الأدوات، ممكن فشلت هذه الأدوات على إنجاز حل العراق، وعلينا أن ندرك أن هذه الأدوات اللي استخدمت خلال 20 سنة لم تعد نافعة في 2022، لم تعد نافعة لحل مشاكل مستعصية، مشاكل دستورية، مشاكل اجتماعية، مشاكل ثقافية. لذلك علينا هم اللي يدركوا أنه لابد أن يبحثوا عن بديل، والبديل بديهم، موجود البديل الآن، البديل هو الاتجاه إلى الكفاءات العلمية العراقية وهو الحل الوحيد، لا حل غير هذا. الكفاءات العلمية المعرفية ولدينا تخصصات عظيمة، وهذه التخصصات يجب أن تنتقل من الوزارات وكلاء الوزارات والمدراء العامون، نعيد ترتيب هذا البلد، نعيده بكفاءة عالمية، نستعين بالخبرات العالمية، نستعين بالتجارب العالمية، يعني لا نغلق على نفسنا ونقول ليش احنا متطورنا، ما ممكن نتطور واحنا مغلقين على نفسنا. نعم، يعني قبل تلك الخطوات بالتأكيد دكتور نحن بحاجة لتشخيص أين يكمن الخلل في العراق، هل بالنظام السياسي المبني على المحاصصة أم على الدستور الذي هو بحاجة إلى تعديل؟ حضرتك يعني أشرت إلى نقطتين أساسيتين مترابطتين واحدة بالثانية. النظام اللي الآن الموجود هو حصيلة أو نتيجة دستور معوق. هذا الدستور من أول يوم كتب كان يحمل في طياته أسباب فشله وأسباب وعقده، ولذلك هو الدستور بحد ذاته فيه 52 مادة لم تنظم بقانون. هذا الدستور بحد ذاته وقف عند كثير من القضايا ولم يجد لها حل. واحدة من القضايا اللي وقف منها في مجلس الاتحاد، وفي داخل ألغام هو هذا الدستور مكتوب، وهذا حتى لا نكرر هذا الكلام نقول أنه كتب بلغة يعني بحقد على الماضي وخوف من المستقبل، وهذه كلمة قد هواية يعني استخدمت، ولذلك ما نريد نكررها ما نريد نشترها، ولكن هي الحقيقة. الدستور كل دساتير العالم يعني تحتاج إلى إعادة نظر بعد 10 سنوات، تريد تتغير هواية من المتغيرات، المعطيات تتغير، تحتاج إلى رؤية جديدة ما عدا هذا الدستور اللي كتب بهذه الطريقة الجامدة، بهذه الطريقة الفضل التغيير. لا توجد طريقة بالعالم أنه استفتاء ثم بعد الاستفتاء موافقة 3 محافظات. نعم. ما يعني عملية معقدة وعملية مكتوبة وكأنما يراد هذه الطبقة أن تبقى للأبد. المشكلة النظام السياسي اللي خرج من هذا الدستور أوجد لنا الفساد والمحاصصة، وعليهم أن يقفوا.
أن يقفوا ويبحثوا عن هذا النظام، هل هو صالح، هل هو جيد. يعني عذرا فقط هاي الكلمتين، يعني ضرورة التقييم. احنا لدينا تجربة فاشلة، نقف لنقيم هذه التجربة. ماذا أنتجت التجربة؟ هل المحاصصة والفساد والفشل والكتل السياسية والزعامات الهرمية هذه؟ نعم هي دكتور، نتاج وضحت التجربة؟ الصورة نتاج التجربة. إذن لنعيد نظام. نعم المحلل السياسي الدكتور حميد الهلالي، شكرا جزيلا